في ايه يا ماما واقفة كده ليه؟ في حاجة؟ بتفرج عليكي. ايه الجمال والشياكة دي؟ ها؟ على فين كده؟ عندي شوية أوراق لازم تتمدي في الشركة، وبعد كده عندي ميعاد مع زين. ميعاد مع زين؟ يا سلام، ده كده ما يصحش بقى. هو ايه يا ماما اللي ما يصحش؟ احنا عندنا ميتنج شغل، ايه المشكلة في كده؟ أنت ست متطلقة، الناس تشوفك قاعدة مع راجل، يقولوا على جوزك إيه؟ زي ما حضرتك قلتي كده بالظبط، أنا ست مطلقة، يعني محدش له عندي حاجة. ده غير إن أنا مش رايحة سيع، أنا رايحة ميتنج شغل. أنا مش عارفة، أنا مش عارفة، الكلام ده مش داخل دماغي خالص. هو إيه يا ماما اللي مش داخل دماغك؟ وبعدين أنا عايزة أفهم، فارق معاكي قوي شكل أدهم قدام الناس ومش فارق معاكي إنه رامي عليا الشركة والشغل والعيال وكله فوق دماغي ومقضيها مع أصحابه؟ ماما اعملي معروف، ما تبقيش انت كمان حمل عليا عشان انا فيا اللي مكفيني. يا بنتي يا حبيبتي، انا مش عايزه اضايقك، انا بس عايزاك تفكري كويس قبل ما تضيعي من ايدك كل حاجه. انا فرحانه قوي والله لوجود زين، بس في نفس الوقت قلقانه، خايفه لا يحصل اي حاجه بينك وبين ادهم. طب ايه رايك بقى ان انا حاسه ان ادهم ساب البيت ومشي بسبب زين؟ يا سلام، يعني مش مشكله مروان؟ ما بيقهرش الراجل غير راجل زيه، وجوزك تعب، عارفه يعني ايه تعب؟ مش مستحمل خلاص. عارف ومتاكد زي ما احنا كلنا متاكدين ان زين بيحبك وكان عايز يتجوزك. شوفي بقى الراجل يحس بده ازاي، قلبه من جوه يوجعه ازاي، زي الست لما قلبها يتوجع لما تظهر في حياه جوزها ست تانيه وتاخده منها. ماما انا ماليش دعوه بكل الكلام ده، زين ابن خالتي واللي بينا شغله بس، ولو كان عند ادهم اي مشكله يجي يواجهني في وشي. ده غير ان ادهم نفسه ماضي مع زين شغل، غير كده ملوش لازمه الكلام ده خالص. وسيبيني بقى عشان ما اتاخرش. يا بنتي يا طب اعمل ايه انا؟ اعمل انا ايه؟ بنتي دماغها ناشفه. اشترك في باقات واتشت الشهريه ب 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه ب 149 جنيه و99 قرش.